السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك لرؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ليولن الأدبار ولا ينصرون ولا ينفعون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى موسمة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تعصبهم قلوبهم شتى تعصبهم قلوبهم شتى تعصبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أنهم قوم لا يعقلون. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوا أنفسهم ذلك جزاء الظالمين. فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم الله يوم الفاسقين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدقا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو الحي والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. يسقفوكم يكون لكم عذاب أو يبسطوا إليهم ألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون.
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين ولا أطلقكم أموالكم وأولادكم يوم القيامة يفصل بينكم إن الله بما تعملون خبير. قد كانت لكم أسوة حسنة لمن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى إلا قول إبراهيم لأبيه يا لا أستغفرن لك ولا أملك لك من الله شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد لا لقد كانت لكم أسوة حسنة لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم لقد كانت لكم أسوة حسنة لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم لقد كانت لكم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آتيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أموالكم من دياركم ومن دياركم أموالكم من دياركم أموالكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولا يغادر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يغادروا إليه إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يغادروا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم الظاهر ولا إخراجكم من تولوهم فمن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات فامتحنوهن فأعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن إلا لهم ولا هم يحلون لكم وآتوا ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوا ولا جناح عليكم أن تنكحوا إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر يسألوا ما أنفقوا وليسألوا ما أنفقوا فليتقوا الله يحكم بينكم الله عليم حكيم الله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم فأقبضوا فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون اتقوا الله الذي يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إلا الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
إن الله يحب الذين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يا أيها الذين وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. السلام عليكم. صارين صح. صح. يعني صار
فاكر اني